بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع الكوتلين، بس هنتكلم المرة دي على الفاريابلز. الفاريابلز ببساطة فيها شوية خصائص كده عشان نفهمها. أول حاجة هي عبارة عن إن عندنا ميموري، الميموري متقسمة معايا، الميموري متقسمة مجموعة من الإيه؟ من الأماكن والأجزاء، كل جزء بنقدر نخزن فيه قيمة. أول حاجة بنعملها إن إحنا كل فاريابل ليه مكان في الميموري، أدي كده اللوكيشن خلاص أو لوكيشن. الحاجة التانية إن في قيمة بتتخزن في اللوكيشن ده، في قيمة بتتخزن في، ففي لوكيشن شايل كلمة عدد، في لوكيشن شايل كلمة رقم خمسة، في لوكيشن إلى آخره. الحاجة التالتة اللي لازم نعرفها عن الفاريبلز إن بيبقى ليها أسماء عشان نعرف نرجع لها، لازم أنادي عليها بعد كده عشان أعرف أرجع لها. فالنيم مثلا عادل، فبعد كده ما أقول له النيم في إيه يقول لي عادل، النيم في محمد يبقى أقول له النيم في إيه يقول لي محمد إلى آخره. فلازم أسمي الإيه؟ الأماكن اللي في الميموري. طيب عشان نعرف نطبق الكلام ده، تعالى بسرعه نعمل مثال. اخد كده ايه على طول، اعمل من اعمل نيو فايل كوتلين، فايل كوتلين كده جديد، ادي له اكزامبل. شوف اكزامبل عليه الدور، الاكزامبل رقم كام؟ اكزامبل 3. ونحط الفانكشن المين الرئيسيه بتاعتنا الجميله ونبدا نجرب كده ونعمل ايه؟ نعمل فاريبل. فقلنا فاريبل وادينا له النيم، والنيم دوت مثلا وليكن هنحط جواه فاليو عادل، ادي الاسم بتاع المكان اللي في الميموري وادي الفاليو. طب وفين المكان اللي في الميموري بقى؟ المكان في الميموري ده بيتمانج اوتوماتيك، هي الكتله هتبدا تشوف فين الميموري المكان الفاضي وتحجز مكان في الميموري وتحطه فيه عادل، وتسميه نيم عشان لما تحب الكلمه تقول كلمه نيم فيما بعد يدور هو في الميموري ويبقى عارف مكان نيم فين، يجيب لك اللي موجود ايه؟ اللي موجود جواه. عملت اتنين فانكشن اسمه برنت لاين عشان نطبع، وقلنا يور نيم ده كده طبعا ليترال يعني قيمه ثابته مباشره، وبين دبل كوتيشن، وجنبها هيطبع لي النيم اللي هو الفاريبل، يعني كده هيستدعي من اللوكيشن اللي موجود في الميموري الايه؟ الاسم. واعمل نفس الكلام، نمبر اوف سانز بتساوي وي بلس جنبها، يعني جنبها كونكات لي جنبها كلمه سانز، فهيجيب لي عدد الايه؟ السانز اللي هي المفروض خمسه. هعمل كده رن للابلكيشن بتاعي، المفترض ان هو هيبدا يجيب لي يور نيم عادل، ونمبر اوف سانز هتطلع كام معاك؟ هتطلع معاك بالظبط خمسه. كده يكون شفنا فكره الفاريبلز كنيمز وكفاليوز وكام مكان في الميموري.